أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أسلموا وآمنوا والحمد لله، وهاجر منهم وهاجروا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونصرهم الله يوم بدر على عدوه وعدوهم، وغنموا وسلموا. جاء يوم أحد، فلما كان ثم نصر يوم بدر، ظن قوم أن النصر سيكون حليفا في كل حرب يخوضونها، فخرج ناس في صفوف المسلمين من الصحابة أيضا، لكن كانوا يريدون الدنيا، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خرجوا مع الرسول يوم أحد، وكان من أمر الله ما كان، أن نصر الله المسلمين في أول المعركة صبيحة يوم أحد، وهزموا عدوهم وبدأوا يجمعون الغنائم، فخالف قوم منهم هدي أمر رسول الله ونزلوا من جبل الرماة يشاركوا في المغانم، وقد أوصاهم الرسول وصية: لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. إلا أنهم لما رأوا الغنائم نزلوا يشاركوا في جمع الغنائم، وأميرهم يناديهم: اتقوا الله، اصبروا على أمر رسول الله، لكن خالف. فلما حصل ما حصل، إذا بالعدو يدال عليهم ويقتل منهم 70، يقتل منهم 70 شخصا، ويكون قدر الله نفذ. فلما انقشع غبار المعركة، إذا بعضهم يقول كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يوم بدر قلتم أن هذا، كيف نهزم ونحن مسلمون؟ أن هذا، يعني كيف يحل بنا ونحن نصلي ونصوم ونوحد الله وعدونا كافر يقول على الهبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، كيف حصل؟ فكان الجواب: قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين تسببتم لأنفسكم في هذا البلاء، فلنراجع أنفسنا حكومة وشعبا، جماعات وأفراد، ما سبب الذي نعيشه؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، قد يبتلى الشخص لرفعة درجته إن صبر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، ولكن قد يبتلى كعقاب. فالبلاءات على أقسام، من الابتلاءات لرفعة الدرجات، لا للإيمان الذين لم يصدر منهم تقصير ولا تفريط، كما ابتلي أيوب عليه السلام، وكما كان النبي يبتلى، ولكن قد يبتلى المرء لمخالفته لأمر الله، ويأتي العقاب سريعاً.